المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائل هذا اليوم، والبداية بقراءة البرقيات والتهاني التي بعث بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى عدد من قادة دول العالم الإسلامي بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يصادف يوم غد الأربعاء 12 من ربيع الأول عام 1939 للهجرة الموافق 30 من نوفمبر 2017. البرقيات التي بعث بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو موجهة إلى دول العالم الإسلامي، وهم المشير حسن عمر أحمد البشير رئيس دولة السودان، عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بيجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، محمد يوسف رئيس جمهورية النيجر، محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، علي بونغو رئيس جمهورية الغابون، الحسن عبد الرحمن وترا رئيس جمهورية ساحل العاج، مكي سال رئيس جمهورية السنغال، إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمير إمارة أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ نواف الحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث يعبر رئيس الجمهورية باسمه وباسم الحكومة التشادية وباسم الشعب التشادي تبريكاته وتهاني لإخوته قادة الدول الإسلامي، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار والرقي لهذه الدول. إدريس ديبي تنو رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة. شارك اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في افتتاح أعمال القمة رقم 5 للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي سوف تتواصل أعمالها حتى 30 من هذا الشهر. القمة انعقدت تحت شعار الاستثمار في الشباب من أجل تسريع النمو الشامل والتنمية المستدامة. هذا وقد شهدت الجلسة الافتتاحية العديد من الكلمات، أولها من كلمة الرئيس المضيف للقمة حسن وترا وعدد من قادة دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا جميعا على ضرورة تضافر الجهود بغية الاستثمار في مجال الشباب من أجل تسريع النمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وخلال إقامته بالعاصمة العاجية أبيجان، أجرى رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مباحثات عمل مع نظيره الأنغولي. المباحثات تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين. زينب سليمان. وفور وصول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى مدينة أبيجان العاصمة الإيفوارية لجمهورية الساحل العاج، قابل فخامة رئيس الجمهورية نظيره فخامة ياو لورنسيو رئيس جمهورية أنغولا. وقد تباحث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مع نظيره الأنغولي حول سبل تعزيز ثنائية العلاقات بين البلدين، كما تطرق الطرفان للعديد من القضايا التي تخص مكافحة الإرهاب في أفريقيا وكيفية إيجاد السبل اللازمة التي تساعد في توفير الأمن في القارة الإفريقية. هذا وحضر اللقاء وزير خارجية أنغولا السيد ماريو فليكس ووزير الأمن التشادي أحمد محمد باشر ومستشار الأمن برئاسة الجمهورية جدي صالح ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية السيد إيسا علي طاهر والقنصل التشادي لدى جمهورية أنغولا السيد محمد صالح. ومشاركة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في أعمال القمة 5 للاتحادين الإفريقي والدولي التي انطلق صباح اليوم بالعاصمة العاجية أبيجان. ذنب سليمان جبرين. شهدت فندق إيفوار بمدينة أبيجان العاصمة الإيفوارية افتتاح أعمال القمة 5 للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وبحضور رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والأوروبية والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو. بدأ القمة بكلمة رئيس جمهورية الساحل العاج
الحسن وتراه الذي رحب برؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية. ومن جانبه كلمة رئيس المجلس الأوروبي قدم شكره لرئيس جمهورية الساحل العاج الحسن وتراه بحسن الضيافة والكرم التي قام بها تجاه المدعوين. قدم شكره إلى الشباب الأفريقي والأوروبي الموجودين في هذه القمة، وأكد بأن الشباب هي مستقبل القارة الأفريقية والأوروبية، لذلك يجب علينا أن نعمل سويا مع الشباب لنستطيع تغيير الأجندة. وأود أن أركز على جانبين هما الأمن والاستقرار، لأن أفريقيا وأوروبا يواجهان تهديد من الإرهاب والهجرة الغير شرعية الذين يموتون فيه شباب الأفريقي أكثر من 5000 غرقا في البحر. لا تقبل هذا، ويجب علينا أن نتحد مع الشباب الأفريقي والأوروبي على سواء لوضع حدا لهذه المشكلة. ثم يليه كلمة رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الذي رحب بالحضور وشكر فخامة رئيس جمهورية الساحل العاج الحسن وتراه بالجهود الذي قدمه لإنعقاد قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وكما قال أيضا يجب علينا أن نركز على الشباب الأفريقي الذي يمثل 60% من سكان القارة الأفريقية، ويجب ذلك بتوفير التعليم وإيجاد فرص العمل. وكما يجب علينا محاربة الإرهاب والصراعات والنزاعات وإيجاد الحلول اللازمة للشباب الذين يموتون في ليبيا بسبب الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا، ومأساة ليبيا وتجارة الشباب الأفريقي كبيع عبيد، ونحن نرى ذلك ولكن غير قادرين على التصرف. ومن ثم كلمة رئيس الاتحاد الأوروبي قدم شكره إلى رئيس جمهورية الساحل العاج، وقال أن النمو الاقتصادي قد تدهور في الدول الأفريقية مما أثر على الزراعة، لأن المزارعين يواجهون مشاكل، لذا يجب علينا أن نضع حل لهذه المشكلة لتحقيق النمو الزراعي، وكما أيضا نضع حل للازدهار الشباب الأفريقي. ويليه كلمة الأمين العام للأمم المتحدة رحب بالحضور وقال أن أشيد بالانتباه للتنمية المستدامة من أجل تحقيق استثمار في شباب القارة الأفريقية، ويجب علينا محاربة الإرهاب وتوفير الأمن والسلم للقارة الأفريقية، ويتم ذلك بتقديم خبرة فكرية ومعنوية ومادية. ثم كلمة البرلمان الأفريقي رحب بالحضور وقال أود أن أتوجه نيابة عن القادة الأفارقة بالشكر لفخامة رئيس جمهورية الساحل العاج بحسن الضيافة التي قام بها تجاه الضيوف، وقال أن التنمية المستدامة لا يتحقق إلا بالشباب الأفريقي، لذلك يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار. ثم كلمة رئيس جمهورية غينيا الفاكوندي الذي رحب بالحضور وقدم شكره لفخامة رئيس جمهورية الساحل العاج، وقال أن التنمية المستدامة لا يتم إلا عن طريق الشباب الأفريقي، لذلك يجب علينا الاهتمام بالشباب لأن الشباب يلعب دورا مهما في تنمية أفريقيا، وأيضا يجب علينا محاربة الإرهاب وتوفير الأمن والسلم للقارة الأفريقية. وفي ختام فعاليات القمة تم أخذ صورة تذكارية للرؤساء.